تحياتي ليك زميل العزيز كريم خطاب، وبرحب بكل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. عقب انتهاء مباراه نادي وادي دجله ونادي سموحه بفوز نادي سموحه 2-1، ده بيسعدني ويشرفني ان يكون معي الهاني سليمان نجم حراسه المرمى في نادي سموحه. هاني برحب بيك على شاشه اون تايم سبورتس. بعد ما بارك لك على المكسب، عايز اقول لك في المواقف الصعبه الرجاله بتبان. البقاء لله، وان شاء الله باذن الله والدك في مكان احسن. البقاء لله وحده، الله يرحمه، وهو في مكان احسن من اللي احنا فيه ده. الحمد لله. هاني اخيرا يعني عايز بس اقول لك ماشي. طبعا احنا بنحترم رغبه اللعيبه، وبنحترم طبعا الظروف الصعبه اللي بيمر بيها الهاني سليمان بعد وفاه والده يمكن من 3 ايام، والنهارده بيشارك في المباراه وبيقدم مباراه كبيره. ده كان لقائنا مع هاني سليمان. تعود الكلمه مره اخرى للزميل العزيز كريم خطابه.